58 مليار دينار الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي لاقتناء قاطرات جديدة التي تدخل في إطار برنامج إعادة تحسين وتطوير السكة الحديدية. هذا ما سيرفع من مستوى الراحة والرفاهية على متن هذه القطارات، حسب ما كشف عنه المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله. 58 مليار دينار جزائري باش نجيبوا قطارات أخرى من نوع آخر من تجهيزات أخرى، باعتبار أن السكك الحديدية المشاريع اللي راهي تنجز في السكك الحديدية اليوم عندنا خطوط تنسير عليها 160 إن شاء الله ابتداء من 2020 نبدأ ونستلموا خطوط بسرعة أكثر. لهذا السبب احنا اليوم بصدد التهيؤ لهذا الخطوط الجديدة، وراح نقتني إن شاء الله قطارات اللي تقدر تمشي بسرعة أكثر من 160 إن شاء الله مستقبلين. وتعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية إطلاق مناقصة لاقتناء هذه القطارات بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط قريبا. نحن في طور انجاز دفاتر شروط بور فيرن ابل لوف للمبلغ الثاني اللي هو 58 مليار دينار جزائري. عمليه اقتناء قاطرات جديده خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري الى غايه نهايه 2020 تدخل في اطار برنامج استثمارات الشركه الوطنيه للنقل بالسكه الحديديه التي تضمن محورين يخص اولهما تحديث العتاد الموجود والثاني اقتناء عتاد جديد لمواكبة العصرنة. اليوم رانا في دخلنا في مرحلة التجارب التقنية للقطار الأول اللي تم الاقتناء تاعو، نكملوا نضبطوا أمورنا من ناحية التقنية إن شاء الله لإعلان أول قطار إن شاء الله في 2 مارس كما أعلن عليه في السابق، أنه يدخل في الاستغلال ابتداء الاستغلال الرسمي ابتداء من 3 مارس، يعني 2 مارس يكون تدشين القطار لا غير. يكون أول قطار اللي ندخلوه في الاستغلال وإن شاء الله نكملوا بنفس الوتيرة، يعني قطارين كل شهر إن شاء الله نستلمهم، القطارين الآخرين إن شاء الله في حوالي 20 من شهر فبراير.